السلام عليكم، أنا مصطفى كيوا مدرب نادي الخبورة. اليوم راح تعرفوا عني أشياء لم تكونوا تعرفوها من قبل. أتمنى أن تعجبكم الحلقة فتابعوني. بدايتي الكروية كانت يعني كانت كلاعب يعني في الجزائر. بدأت هنا في فريق مصر الخشنة. لعبت في جميع الأصناف، يعني لعبت من الأكاديمية حتى وصلت لفريق الأكابر. بعدين انتقلت إلى فريق سور غزلان وفريق باتنا، وبعدين في التسعينات غادرت إلى إيطاليا. هناك في إيطاليا لعبت هناك في جنوب نابولي، كان أول فريق وهو فريق جوليانو. بعدين انتقلت إلى شمال إيطاليا، لعبت في فريق فيدانسا، بعدين فريق سولينيانو، وبعدين كنت يعني في أظن يعني في موسم 2001 يعني اعتزلت اللعب ودخلت علم تدريب. وعلم تدريب كان يعني أول فريق اشتغلت فيه هو فريق بارما في إيطاليا. اشتغلت هناك 7 سنوات. بعدين دربت فريقي الأول، يعني هو فريق يعني في دانسا، يعني الفريق الأول. وفي 2007 عدت إلى الجزائر. اشتغلت هناك في فريق وهران، قسنطينة، الشوية. بعدين انتقلت إلى تونس، عملت في فريق الكاف وفريق القصرين، وأنا حاليا موجود هنا في عمان. التجربة تاعي في عمان لحد الساعة بعتبرها جيدة جدا، لأنني أحس نفسي يعني كأنني أعرف الفريق يعني منذ مدة طويلة. وكذلك يعني التأقلم يعني مع اللاعبين ومع الإدارة يعني لم يكن يعني كان سهل، يعني كان يعني بطريقة سهلة، وخاصة يعني مع اللاعبين كان يعني التأقلم يعني بسرعة جدا. الموسيقى تاعي المفضلة هي من الموسيقى الإيطالية، وبعدين في الموسيقى العربية تعجبني كثيرا المطربة فيروز الذي أستمع إليها كثيرا. أما الأفلام أحب كثيرا الأفلام الإيطالية، وخاصة الفيلم العراب. هذا الفيلم يعني يعجبني كثيرا. يعني بالنسبه لي يعني هو كما يقول لك ما تحسن منتخب عربي هو المنتخب الجزائري، احسن كما يقول لك ما تحسن نادي عربي هو النادي الاهلي المصري، احسن مدرب عربي هو المدرب المصري حسن الشحاته، احسن لاعب عربي هو اللاعب الجزائري رابح مجاب، احسن بلد عربي زرته اظن تونس، لانها بلد جميل جدا. أنا مدرب أحب كثيرا الكرة الجميلة، وأحب كذلك كثير التوازن، وأحب أن ألعب دائما كما يقول لك يعني الاستحواذ عن الكرة. يعني بالنسبة لي يعني الاستحواذ عن الكرة يعني شيء جميل جدا. وكذلك أحب اللعب الجميل واللعب الهجومي، لكن لابد علينا أن نفرق بين اللعب الهجومي واللعب العشوائي. لكن كما يقول لك اسمه مش لابد علينا يعني ان نلعب يعني باربعه مهاجمين باش يعني راح نكونوا مهاجمين. هي الصح كما يقول لك تعرف الطريقه، لان الكره الحديثه المهاجمين يعني كلهم يعني ياتون يعني من الخلف، يعني حاليا الكره حاليا تغيرت. لكن عموما انا بعشق كثيرا الكره الجميله والكره الهجوميه. علاقتي باللاعبين يعني كانت يعني دائما جيدة جدا، يعني والسبب أظن أنه بسيط. أنا كنت مدرب عادل، يعني أنا لا أفرق بين اللاعب الاحتياطي واللاعب الأساسي. أنا بالنسبة لي اللاعبين كلهم يعني مهمين. والسبب الثاني أظن أنه السن، يعني أنا سن يعني أظن يعني قريب عن اللاعبين،
لذلك استطيع ان اتفاهم يعني مع اللاعبين. والسبب الثالث يعني هو كما يقول لك الماضي بتاعي يعني كلاعب، انا كنت لاعب وبعرف اللاعب يعني ماذا ينقصه. لذلك يعني القوه تاعي كانت دائما في يعني كيفاش يقولوا بالعربي يعني في التواصل يعني مع اللاعبين، والحمد لله يعني ما عندي مشاكل مع اللاعبين. اما راي لاعبين الخبور يعني لا اعرف، كذلك حاليا انا متشوق يعني باش اعرف يعني رايهم فيه. حبيت اتكلم عن المدرب بعد التغييرات الثلاثه اللي صارت. الكابتن مصطفى بصراحه ما مقصر، مجمع الفريق، تدريباته جيده، نتمنى ان شاء الله نقدم معاه مستوى طيب ونتائج طيبه باذن الله. الفريق بدا يتحسن معاه، شغل في الملعب التكتيكي شغل جيد، نتمنى ان احنا نقدر نساعده في الاوقات القادمه ونقدم مستويات ونتائج طيبه ان شاء الله. بخصوص المدرب، وقت ما جاء المدرب كان تغيير كبير بالفريق وتحسن الفريق، والشيء الجميل اللي عمله المدرب تبادل اللاعبين وقت يلعب لاعب والوقت المباراة الثانية يبدل في تغيير، وما في فرق بين اللاعبين 11 اللي في الملعب وبرا. مدرب معاه تكتيك متميز ومعاه تمارين متميزة، والدليل في ذلك ان في كل يوم نحن نحضر التمرين نشوف تمرين جديد، يعني علينا اول مره في حياتنا نشوف هذه التمارين، والحمد لله رب العالمين يعني رايته بيضاء ونحن مرتاحين معاه، انسان متعاون معنا ونشكره كل الشكر والتقدير على تعاونه معنا، وهو يعاملنا كأب روحي معنا في النادي. في الحقيقة المدرب غير فينا وايد أشياء، يعني أول شيء ما عملته معنا كأخ مدرب، يعني ما عملنا كمدرب، وحاول أنه يتأقلم معنا كلاعبين بحيث حكم الغيابات اللي تكون موجودة، وحاول يقلص التمارين وغير طريقة لعبنا، وخلانا يعني في موقف يشكر عليه. أنا من جهة نفسي أشكره على هذا الشيء، لأن المدرب صراحة وضع بصمته فينا حن. تدريبي لفريق الخبورة ليس مغامرة، بل هي ثقة كبيرة في النفس، لأنني متعود أن أمسك فرق متوسطة وحققت معها دائما نتائج إيجابية. يعني من السهل تحقيق نتائج إيجابية مع فريق كبيرة، لكن من الصعب تحقيق نتائج إيجابية مع فرق متوسطة. لذلك أنا عندي ثقة كبيرة في نفسي، ولجمهور الخبورة بقول له يعني سوف يعني أتقن يعني في العمل، والإخلاص في العمل. يعني ما فيش يعني سر النجاح هو العمل، لكن لابد من توفير ظروف النجاح، لابد يعني ان يكون العمل جماعي، يعني معناه يعني الاداره تقوم يعني بعملها واللاعبين يقوموا بعملهم والطاقم الفني والجمهور، وفي الاخير سوف يكون النجاح ان شاء الله. لاعبي الخبوره وجدتهم ممتازين جدا، لكن مشكله لاعبي الخبوره في الاحتراف لأنهم ليسوا محترفين، لأنهم كلهم عندهم دواب، يذهبون في الصباح إلى العمل يعودون في المساء إلى النادي، يعني لما يعودون إلى النادي في المساء يعودون يعني مرهقين جدا. يعني اللاعب يعني لابد عليه يعني أن يكون متفرغ إلى الاحتراف. والشيء الآخر العجيب يعني عندهم كثير يعني من البطولات، عندهم بطولة الجيش، بطولة شجع فريق، بطولة مازدا، بطولة الصالات، يعني هذا يعني مش ممكن، يعني لابد يعني من الاحتراف، ولابد يعني من كما يقول لك الاتحاديه ان تجد يعني حل، يعني لابد يعني اللاعب يعني يكون متفرغ الا للدوري العماني، يعني هكذا يعني سوف يكون فيها كما يقول لك يعني فائده الى المنتخب العماني. وكذلك لابد يعني من ايجاد يعني حلول يعني اخرى، يعني مثل كما يقول لك يعني الاكاديميات، مثل يعني حتى كما يقول لك يعني باش يعني يجدون يعني لاعبين يعني في المستقبل الى المنتخب العماني، واللاعبين يكونون يعني محترفين يعني بدرجه يعني 100%.
تعامل مع اللاعبين الخبورة بأسلوب يعني بأسلوب يعني بسيط جدا يعني خاصة يعني من الناحية النفسانية. وأنا من المدربين الذين كما يقول لك أحب كثير أتعامل مع اللاعبين. وكذلك يعني أحب الصرامة وكذلك أحب الصرامة يعني في العمل. وأنا مدرب جدي يعني لما كما يقول لك الوضع لما الوضع يتطلب يعني علي أن أكون صارم أكون صارم، ولما الوضع يتطلب علي باش أكون يعني متعامل مع اللاعبين أتعامل. لأن اللاعبين يعني كل واحد يعني عنده يعني عقلية يعني فيها يعني في بعض اللاعبين يعني خجولين، في بعض اللاعبين لذلك المدرب لابد عليه أن يكون ذكي ويكون يعرف عقلية جميع اللاعبين، وخاصة اللاعب العربي يعني إذا كان كما يقول لك متهيئ من الناحية النفسية بعدين يعني سوف يعني يعطيك يعني في الميدان يعني 100%. يعني من حسن حظي لما دخلت إلى فريق بارما في شبان كان هناك المدرب القدير والمدرب الكبير أريغو ساكي، يعني كان يشتغل مدير فني، ومن أريغو ساكي تعلمت الكثير خاصة يعني من ناحية تكتيكية. وكذلك ساكي يعني عنده أفكار كبيرة في كرة القدم، يعني كان المدرب ساكي يعني ترك كما يقول لك ترك عندي بصمات كبيرة، وهو الذي جعلني أستمر في مهنة التدريب. علم التدريب هو شاق وممتع، يعني هو عمل ممتع يعني لما يكون النتائج، والشاق لما تكون النتائج يعني سيئه. لذلك لابد يعني من المدرب يعني ان يكون كما يقول لك يتقبل لما تكون النتائج سيئه ولما تكون النتائج سلبيه، ولما تكون النتائج سيئه لابد عليه ان يحاول ان يعمل اكثر. العوامل التي يجب ان تتوفر في المدرب يعني اول شيء هي الشخصيه، يعني المدرب يعني بدون شخصيه لا يستطيع ان ينجح. والعامل الثاني لنجاح عمل المدرب يعني لابد المدرب يعني يكون يعني انسان مقنع، لان لابد المدرب يعني يقنع جميع اللاعبين بانهم هم يعني كلهم يعني لاعبين يعني مهمين. يعني اذا المدرب يعني استطاع يعني كما يقول لك ان يقنع جميع اللاعبين اظن انه مدرب ناجح. انا مثلك اريد ان اعرف اراء اصدقائي في، وانا متحمس كثيرا يعني باش اعرف اراءهم واحترم جميع آراء الأصدقاء. الكابتن مصطفى هو من الأصدقاء الحميمين لي الصراحة، هو إنسان محترم يملك قيم ومبادئ أخلاقية حميدة جداً، بنعتز بصداقته وبنعتز بانه هو انسان موجود معنا حاليا بالنادي وهو في التدريب حاليا معنا. انسان كثير ملتزم، كثير يملك عقليه رياضيه حديثه جدا، يملك الخبره والثقافه يلي عم تساعدنا نحن بالنادي نتطور ثقافيا، وهي الشيء المهم بكون الانديه العربيه واللاعب العربي بحاجه لهالثقافه الموجوده عند الكابتن مصطفى. الصراحه نتمنى انه هاللاعبين وهالنادي يستغلوا الشيء الموجود عنده بالشغل تبعه بعمل التكتيكي والتكنيكي تبعه. هو نحن بنعرف انه هو جاي من المدارس الايطاليه الصراحه، وهي بكفي انه هو موجود هنيك 20 سنه مع مدرب عندهم. هذا العقليه الموجوده عنده عقليه حديثه جدا جدا، عقليه رياضيه انضباطيه بتساعدنا لحتى نتطور، وبتساعدنا لحتى نتثقف في ارض الملعب. وان شاء الله يعني العمل اللي عم يشتغله هو راح ياثر على اللاعبين وراح يكون فعال بالدوري هذا الموسم. يعني المدرب مصطفى تربطني بعلاقة قوية، صحيح أن الأيام كانت قصيرة ما بيني وبين المدرب مصطفى، ولكن مصطفى يعني أعتبره من أبرز الشخصيات في الجانب التدريب. يعني عجبني أسلوب الكابتن مصطفى، وذلك بالتعامل مع سواء كان مع الجهاز الإداري أو الجهاز الفني أو حتى مع اللاعبين. يعني قدر يحتوي كل الأطراف في النادي وخاصة اللاعبين، يعني أنا انبهرت بشخصية المدرب مصطفى في كيفية التعامل مع اللاعبين، حيث أن المدرب في أول يوم التقى فيها مع اللاعبين يعني حاول
ما يقارب 60-70% إن الشباب يعملوا كل الخطط اللي هو كان يطلبها من اللاعبين. المنتخبات بشجع المنتخب الجزائري لأنني جزائري، وكذلك أشجع وكذلك أحب الفريق إيطاليا لأنني مقيم في إيطاليا. أما النوادي فأحب كثيرا اليوفي، والسبب هو يعني أول مباراة شاهدتها على اليوفي هي في سنة 1984 لما لعبت اليوفنتوس ضد المنتخب الجزائري، وأنا كنت صغير في السن، كنت أظن أبلغ من السن 9 سنوات، وكانت اليوفنتوس يلعب فيها ميشيل بلاتيني، بونياك، شيريا، جنتيلي، كابريني. أحببت اليوفي كثيرا، ولما ذهبت إلى إيطاليا في التسعينات يعني كان هناك في اليوفي يلعب فيها اللاعب الجزائري الأصل وزين الدين زيدان، أحببتها كثيرا، وكذلك مدربها مارشالو ليبي، الذي يعجبني الأسلوب بتاعه بتاع التدريب كثيرا، لأن مارشالو ليبي يعني يعتمد على لاعبين متوسطين وفي الآخر دائما يحقق نتائج. هذا هو السبب الذي جعلني يعني أحب كثيرا اليوفنتوس. اللاعب المفضل هو دييغو أرماندو مارادونا، لأنه اللاعب الوحيد الذي يستطيع أن يفوز بالمباراة لوحده، وبعد دييغو أرماندو مارادونا يأتي زين الدين زيدان، يعني هم اثنين، دييغو أرماندو مارادونا، زين الدين زيدان. أنا تجربتي في عمان لسه في البداية، لذلك ما عنديش كما يقول لك يعني معلومات يعني كبيرة، لكن يعني من خلال المباريات التي لعبتها أعجبني أسلوب فريق المصنعة، وأظن أن المدرب بتاعهم يعمل بطريقة جيدة. أتكلم على اللاعبين تاع الخبورة، يعني عندي لاعبين، يعني كثير، يعني لاعبين ممتازين جدا، لكن في كلمة بقولها يعني حقيقة، يعني عندي لاعب أظن يعني مكانه يعني في أوروبا، أظن أنه يستطيع أن يلعب في أوروبا بكل سهولة، وهو المهاجم سعيد عبيد، مهاجم ممتاز جدا، يعني بدون كما يقول لك أنا أنقص على اللاعبين الآخرين، يعني أنا قلت يعني ذكرت لاعب واحد بس، لكن في الخبورة عندي لاعبين ممتازين جدا، وأظن أن يستطيعون أن يلعبون يعني في أي فريق، في يستطيعون أن يلعبون يعني خارج عمان، وخاصة سعيد عبيد أظن مكانه في أوروبا. هذا اللاعب لابد أول شيء أن الاتحاد كما يقول لك أن يساعده، لأن هذا اللاعب سعيد عبيد هو لاعب وعنده دوام، يعني اللاعب هذا يعني مش متفرغ للكرة تفرغ 100%. أنا ممكن أساعده يعني في التدريب، لكن هذا لا يكفي صدقوني، يعني لاعب ممتاز جدا يستطيع أن يلعب يعني في أي دوري في العالم، وأنا نصحته بالاحتراف، تكلمت معه ونصحته بالاحتراف، لكن مشكلته هو وعنده دوام، وهذه المشكلة في الكرة العمانية، يعني حرام. يعني هي أول بطولة حققتها كانت مع الشبان في بارما في سنة 2002 أظن، بالنسبة لي كانت بطولة جميلة، وكانت هي بطولة عندك بطولة يعني في كأس إيطاليا، يعني بالنسبة لي أنا جزائري وعربي، اسمي مصطفى، يعني تكون هناك يعني في أوروبا صعب 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 جدا. أنا إنسان طموح جدا، أنا لما دخلت عالم التدريب يعني كانت يعني طموحاتي يعني أن أذهب بعيدا إن شاء الله، يعني إنسان طموح وتعلم دائما، وطموحاتي إن شاء الله لماذا لا يعني في المستقبل أمسك فريق يعني فريق وطني، لماذا لا. هويتي الأولى هي البحر، إني أعشق البحر كثيرا، ولما أذهب إلى البحر أحس يعني براحة كبيرة، يعني كما يقول لك يعني يكفيني يعني أذهب إلى البحر وأمشي وأتأمل، أحس يعني بشيء يعني غريب.
يعني أول لقاء جمعني باللاعبين وعدتهم بالإخلاص في العمل، وعدتهم يعني لا يوجد عندي لاعب أساسي ولاعب احتياطي، وعدتهم كذلك يعني اللاعب كما يقول لك الذي اجتهد أكثر في الميدان راح يكون عنده يعني وقت يعني أكثر. كما يقول لك يعني الخطاب تاعي يعني كان بسيط واللاعبين يعني تقبلوه الحمد لله. أسلوبي في اللعب يعني هو لعب هجومي مع كرات قصيرة في الأرض، مع كرات يعني في العمق، يعني بدون يعني اللعب بالكرات الطويلة والكرات العرضية. الكرات العرضية والطويلة يعني ما فيها فائدة. يعني كما يقول يعني عموما يعني أحب كثير اللعب الجميل والكرة الهجومية. هذه كانت طريقتي في العمل. لا أنا تدريب تاعي أنا أحب نشتغل كثير بالكرة، يعني حتى كما يقول لك العامل البدني يكون مختلط مع الكرة، لأن الكرة الحديثة يعني تغيرت يعني اسمت كثيرا. لذلك العامل تاعي يعني حوالي 70% بالكرة. لا مع اللاعب الأوروبي العامل سهل جدا، لأن اللاعب الأوروبي جاء محترف. اللاعب الأوروبي يعني لما كما يقول لك يعني يستيقظ في الصباح ما عنده عمل. العامل تاعه الوحيد هو العامل الرياضي. اللاعب شمال افريقيا لاعب شويه مزاجه صعب، لكن كذلك يعني العمل يعني مع اللاعب يعني تاع شمال افريقيا مش صعب كثيرا، الا في قضيه المزاج. اللاعب العماني مظلوم، لان اللاعب العماني ما عنده وقت يعني باش راح يمارس التدريب يعني 100%. اتوقع ان شاء الله انه حقق نتائج يعني احسن من الموسم الماضي، وهذا كله راجع بين العمل. واتمنى كذلك يعني ان نعمل يعني في جماعه، يعني كما يقول لك الطاقم الفني واللاعبين والاداريين والجمهور. واذا عملنا كلنا يعني في منصب يعني اذا عملنا كلنا يعني في صالح الفريق، اظن ان شاء الله في الاخير سوف نحقق ان شاء الله اهدافنا ان شاء الله. الحصه التدريبيه يعني كل يوم تكون يعني مختلفه، يعني اي يعني كما يقول لك يعني اول حصه تكون فيها يعني اكثر بدنيه، ثاني حصه تكون فيها العامل يكون فيها كذلك تكون مختلطه بين العامل البدني والعامل الفني، واخر حصه تكون كما يقول لك يعني الحصه يعني ما قبل الاخيره تكون مختصه للعامل التكتيكي، واخر حصه تكون مختصه للكرات الثابته وال يعني بعض الاشياء الخفيفه. امنيتي ان احقق نتائج جيده مع فريق الخبورة، وكذلك يعني امنيتي الشخصيه ان شاء الله كما يقول لك اتمنى السعاده للجميع، وخاصه كما يقول لك لازمه العائله تاعي. واشكركم كثيرا، واتمنى ان كنت ضيف خفيف عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.